وللحديث أكثر حول هذه المشاركة معنا عبر الهاتف الأستاذة لولو سامي، مدير الاتصال والتسويق من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية، هل تحدثين أكثر على طبيعة مشاركة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وذلك في معرض جيتكس؟ مساء الخير، أشكركم على هذه الاستضافة. شاركت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في معرض جيتكس 2022 بالدبي، وهو يعد أحد أبرز المعارض العالمية الرائدة بمجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك عبر جناح مملكة البحرين وضمن الورد المشارك من المملكة مع شركائنا الاستراتيجي في منظومة ريادة الأعمال في مجال التقني، ممثلين بصندوق العمل من تمكين وهو الراعي الداعم للجناح، ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق الأمل وجمعية البحرين لشركات التقنية بيتك. فاستعرضت الهيئة في جناح الجهود الحكومية المبذولة في مجال التقنية والحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي والمشاريع اللي ننفذها واللي عززت من مكانة المملكة بقطاع التكنولوجيا والمعلومات محليا وعالميا، ومشاركتنا دعم وتحقيق لأهداف استراتيجية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات والاقتصاد الرقمي 2022 إلى 2026. فصراحة المعرض كان منصة جيدة لتبادل الخبرات وآخر المستجدات المتعلقة بالمجال التقني مع مختلف الشركات المتخصصين في هالمجال. وكذلك كان على هامش المعرض شاركت الهيئة ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة الدكتور خالد المطوعة في جلسة نقاشية حول تأثير التكنولوجيا على ابتكار الشركات والقطاع العام، حيث سلط الضوء على الجهود مملكة البحرين في تطوير كفاءة كافة العمل الحكومي في الإسراع في وتيرة التحول الإلكتروني الشامل، ودور الهيئة في تنفيذ خطط التحول الرقمي والاقتصادي، وأيضا تقديم التدريب اللازم لموظفي القطاع الحكومي في هالمجال. نعم، الأستاذة لولو سامي إبراهيم، مدير إدارة الاتصال والتسويق من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، شكرا جزيلا لك.